سي كاين القاع الحمد لله، عملك كاين الوجد راه هي ساعة الرباح، الشمل كاين الحاجة الموجودة رخيصة. ولكن دابا كاين المواطن تيقول لك ما موجود والو. كاين الخير عطاه الله، اللي بغى والغلا جابو الله ماشي حنا الجنة. الغلا جابو الله ماشي حنا الجنة. السلعة اللي دخلت من برا فينا هي؟ عطاه الله الخير. واش غايدير من الغلا جابو الله؟ ما باينة كاع سلعة برا، سلعة كاينة سلعة المغرب بلا سلعة برا. درويش رمحن. راه تمالي الغلا ممحنين الله يحسن العوان. شنو اللي السلعة شنو السبب؟ كل شيء غالي، كل شيء غالي. شنو السبب اللي خلى الخرفان؟ كل شيء غالي. السبب اللي خلى الجفاف اللي خلى الوقت غالي. ورا الدعم ديك الدولة. الجفاف خلى الوقت غالي. كيف داير الاثمنه؟ الاثمنه مزيانه اخي. سمعت واحد الاخ دابا بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت واحد الاخ دابا قال لك العلف ما غاليش، ما كاينش الغلا. واش كيعلفوا البيستاش؟ قال لك الشناق كيشري حولي وكيبيعوا على 30000 40000، الشناق راه كيلعب على 50 درهم. على 50 درهم الله يحسن العون. قال لك ما كايناش ال 50، ما كايناش 56، كاينه على 70 و 80. ها هما حواله ب 56000. كاينه ال 50 وكاينه ال 40، كلشي غايعيد. والسلام عليكم. ها هو عطيتي شنو السبب اللي مغلى؟ العلف العلف والمازوط المصاريف اخي. الفراش راه داير 60 درهم 70 درهم. الشعير داير 6 درهم 5 درهم. الدرا دايره 6 درهم 7 درهم. خنوش اللي داير هادشي كله. العلف غالي اخويا، الماكله غاليه. كسابو الفلاح واكل العصا، واللي خدام كسابو الله يكون في العون. عسرانه ما دركاش. جاتو عمر دابا باش يدوز. مول العيد علام والله. كسابة صحيح راه سلعة غالية والعلف الله يكون على الربا خير والله يكون على الجميع. كاين الغلم مختلفة فهمتيني؟ كاين البرقية، كاين السردية، كاين الرومية. كل واحد والثمن ديالو. المليح راه بالثمن ديالو. الإنسان تيمشي على قد جهدو. بالنسبة للأثمنة ديال عيد الأضحى ديال هاد السنة، واش مساوية مع أو متقاربة مع السنة اللي فاتت؟ خويا هاد العام هذا زايدة في حوالي 2000 درهم حتى 1500 درهم. بالنسبة للدرويش محاش يقدر يعيد هاد العام هذا. حولية دايرة 40000. هاد العام اخي كاين الثمن بزاف، بالنسبة للأضحية كاين الثمن بزاف. المعزة خويا الأثمنة مزيانة، أثمنة زوينة، اللي بغى يعيد راه الثمن زوين. هادشي هادي ديال السرح هادشي، النواحي ديال الشلوح هكا جيت قلموس وجيت هادشي هياد، معز بلدي هذا. بالنسبة للسوق كاين شي إقبال؟ الإقبال كاين، واخا العياد باقي شوية مدهشر خايف شوية. تيقول لك السومه كاينه، ولكن السومه راه زوينه اليوم، راه السوق ناقص شويه. بالنسبه للعلف والصنك؟ هو الصنك اليوم باقي الصنك كما العاده، ما زايدين ما والو اليوم الصنك. الصنك 10 دراهم، كله باش يتلاقوا مع 10 دراهم 6 دراهم 7 دراهم. عاد الصنك باقي عادي حيت هذا سوق اسبوعي ماشي. الصنك باقي هو هذاك. بالنسبه للمعز واش موجود ولا حاليا؟ السلعه باقا تدخل، باقا توجد، يعني راه اليوم يلاه واحد في الشهر يعني السلعه راه باقا غادا تجد. السلعه باقا غادا تدخل من العروبيه، وهذا الناس ديال اللي عندو 10 جديان 15 20 راه عاد غايجيبها. يعني السلعه باقا غادا توجد، واليوم راه السلعه موجوده اليوم. متنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.